بس ما في تحسن الاسبوع اللي فات عن هلا ولا اس شيء. رحمة انا بالنسبه لي هذا ما اسمه تحسن. ما حدش قدم لي بعد شيء تعامل هيك انا واو صراحه صراحه عم بقولكم حقلك وهيك وقف نص ستيج انت يعني مش حلو الحركة مش قصدي خلص ما حدش منتبه له يعني وقف نص ستيج وبلش ما توقع تكون محفل وهيك يكون الكاميرا عليها برجع على توقعت الكاميرا تكون عليها والله لا ما في هيك ناس عم تشوفها مزبوط فكرني على سندويش هوني بكرة بعد بقى سندويش هيك باجيت جبنة وجمبون اكيد كثير اغاني مع اللقطات مش مظبوطه بالبدايه بعدك مش واضح النغمه تبعك اذا فيها ربع ولا ما فيهاش ربع انت عارف ايش المشكله بتنقل من عجم لبيات على اخر لحظه بعرف عم بقول لك عندك مشكله كثير لهالسبب عم بقول لك انا عم بعمل هيك بزيد طالع كهرباء زياده يعني واحد لو الي اكوستيك فيك تسلطن يمكن بس انه عم ضلك تعمل اللحظه بدك تنتبه زياده لانه عن جد عجم لبيات كثير عم بقول لك كثير ايه بس انه الواحد لازم ينتبه الفوته يركز كثير عشان نعرف شو عم يغني بعد ها طيب مظبوط خلي قصرك يلوى يلوى تحت الجد صوتك لفوق عمل وي على طول هيك بس انه هيك انه هو في سكول ما ينزل والله رجع شوي بس فتفول اسمع هاي شفت انا منيحه
وحياه الله. فتشة كثير عالي. فتشة كثير عالي. صريح. واحد كان بصوته كله عالي. زي بوس سيدك. شو بوس سيدك. شوي كان من جوا. شوي لجوا. انت العكس تماما عكس غيرك. يعني اللي بيقى هالقد فاجر الصوت تبعه ومجرب الدبول يلا جوا. عكس مثلا راح ما بديك اياه لبرا. فهمت شو قصدي؟ وبديك بده واحد يبدو يأنق بدك تأنق اللفظ وبدك تأنق الصوت بدك واحد بده يعرف اي صوت بده يسمع بحاله. يعني كيف الانسان بيحسن حاله كبرفورمر؟ كيف بيحسن حاله الواحد كبرفورمر؟ بيسمع انه هذا صوت الاحلى شيء. هلا في غيره حدا بيقول له هذا الاضبط شيء، بس انتم كمان ما بيصير واحد كابب الصوت كله قد ما في. بعدين دائما برجع بقول لك الاكسبريشن تبعك ما لها علاقه بالاغاني اللي بتغنيها. ده هي قالك شو عم بعمل شو عم بعمل يلا بقى خبريه واحد طيب الحشرات هاي كابتن ناموس عزوز وينك عزوز ناموس تعال بعد شوي ناموس تعال شوي معدة تعال بتفيدك ليش انا قاعد احتفظ لا 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 مصحصح بركي قررت والله مصحصح توعى قبل لا صاحي صاحي وياك ايش الحال يلا رفيع عالي وانت الباقي البيت هالقد عالي يعني خارق كسرة خارق طالع من القلب سي طالع من هون مستراك مش الناس مش هيدا هيك مثل النور طالع صوت والله مش هيك مش هيك شو بتضبط فيها مين هي طار هيك صوت لا بده تظبيط بده تعليم كل شيء بتغني عليه ما بتشد لشو تتعلم ضلك تضبطه يا خي ما بي قد ايه بضلك تضبط منه بتشحل منه يعني مش 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 واحد يعني يعمل العجايب بس انه واحد بضل يتعلم كيف يظبط منه انت مش في قاسي ورفيع امشي بقى هذا قاسي ليش رح يقرب عليك يا عم كيف بدي يقرب عليك اكيد بده يهرب منك على الصوت حرام عليك لا عم تنصع ليه انت نازله فيه كل الوقت مش مسترجي يقرب عليك معك ليش نازله فيه كل الوقت صريخ 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 يعني برجع بقول لكم في يفرق صريخ عن صريخ يفرق توتر عن توتر بيفرقوا وسيلة غنية عم تغني واطي كتير مناش عالي الأغنية تقولي لي التتابع الطبيعي للنوتات وحسب أداء المؤدي في مرات يكون احنا عم مضطر يكون عنده تشنج وصريخ وحسب النص إنما عم تغني أغنية عادية وبوس غني لي إياها بليز غني بدري بص بقى عشان تبقى غني اسمه بص بقى عشان تبقى عارف انا جبت كل طبقتها انا صوتي بص بقى عشان تبقى عارف طب مناش عالي كانوا عم بيغنوها انت عم انت حد يعني انت على تحت حد كتير ان شاء الله خلاص هيدي مع هيك دلع باسل ما تضلك ضايع شو بدك تعمل باسل ما تضلك ضايع شو بدك تعمل مظبوط كلهم كلهم شباب واو حصل
وحده من رحب بيها. زيكم هو كلنا تلاميذنا. هو من اجمل الاصوات، هو بيقدر يغني ساعتين من اصعب ما يمكن تشوفه بحياتك، روعه. ساعتين تواصل؟ تواصل ورا بعض. فيهم يغنوا بدك اياه وديع، كل شيء حاضرينه هيك مايك الشباب كلهم. اثنين تنور، اثنين باريتون. صح. اصوات روعه روعه. في هارموني بينهم رائع.